بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروحات مدونة الطريق إلى لينكس وموقع مجتمع أسس. إن شاء الله في هذا الجزء الخامس هنتعرف على طريقة إضافة اللغة العربية وأيضا إضافة مفتاح التبديل بين اللغة العربية والإنجليزية. طبعا إلا اشتغلوا على الويندوز يعني عارفين المربع اللي بيظهر في الشريط انجليزي او تبديل عربي، هنضيف مفتاح الخيار هذا في الشريط. ايضا هنضيف تعريب لبرنامج ليبر اوفيس، هنضيف اللغة العربية عشان نعرب الواجهة. طبعا الان نجي نشيل المربع هذا عشان لا تظهر لنا شاشة الترحيب هذه مرة اخرى. الآن نروح للوحة التحكم، هذه لوحة التحكم الرئيسية. ننزل للأسفل لين في مربع الهاردوير، نلقى أيقونة كيبورد، نضغط عليها. الآن نضغط على الأيقونة الثالثة هذه، نجي لعلامة الزائد، ثم نختار العربية، ثم نختار إضافة. الآن أصبح عندنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لكن لاحظ هنا هذا هو ظهر. الآن نحتاج لإضافة خيار تبديل بين اللغة العربية والإنجليزية أثناء الكتابة. مثلا نجي لأوبشن، نجي لهذا الخيار سويتش، نضغط عليه. طبعا يعني ممكن تختار انت اي مفتاح، لكن انا اخترت الت وكنترول. طبعا مو لازم انك انت تختار الت وكنترول، تختار الشيء اللي ترتاح له. يعني معناته انه عندما اضغط على الت زائد كنترول يتغير اللغة تيجي للعربي. ايضا لما نضغط مرة اخرى على الت زائد كنترول تتغير اللغة وتيجي الانجليزي بهاي. يعني هذه الطريقة. الان نشوف اضفنا، الان يكفل. الآن إنجليزي، لاحظ عند التبديل فقط تضغط على كنترول زائد إلت. لاحظ هنا في هذا المربع كنترول زائد إلت، الآن تغيرت اللغة. ممتاز. ايضا اضافة يعني نشوف اول شيء الليبر اوفيس. طبعا هي الواجهة تجي باللغة الانجليزية. لا هذه الواجهة الان كلها باللغة الانجليزية. نضغط على تولز، ثم نروح لخيار اوبشن، ثم لخيار language، لاحظ ما عندنا اللغة العربية هنا لإضافة. الآن حنضيف اللغة العربية، نخرج من البرنامج. أمر إضافة اللغة العربية هذا هو الأمر، طبعا حضيفه على الفيديو. شغل التيرمينال،
هذا هو الآن. نضغط على انتر، نكتب الباسورد. العربي. خلي انجليزي. الان نخرج، نشغل برنامج ليبر اوفيس ونشوف. لاحظ لحد الان طبعا الواجهه بالانجليزي، نفس الخطوات تولز، بعدين اوبشن، بعدين عندك لانجويج سيتنج، بعدين لانجويج. نجي اول واحد ديفولت، لاحظ اضفنا على اللغه، ظهرت اللغه العربيه، نختارها الان. ايضا هنا ممكن تختار بلدك او اللغة دولتك، ثم نضغط على اوكي. ايضا اوكي. الان نخرج عشان نعمل ريستارت، اعادة تشغيل. نشغله مرة اخرى. لاحظ الان الواجهة تعربت، والكتابة ايضا اصبحت من اليمين، المؤشر اصبح من اليمين. كذا نكون يعني ضبطنا ايرادات برنامج ليبر اوفيس. نخرج منه. الان نشوف الآن لاحظ الخط في المتصفح أو في الإنترنت، المواقع طبعا الخط العربي يعني صراحة بشع. الآن عشان نضبط الخطوط هذه لازم نضيف خطوط مايكروسوفت بواسطة هذا الأمر. ناخذ هذا الامر الان، نشغل التيرمينال. ايضا هذا هو الامر، يضيف لنا خطوط مايكروسوفت فونت. نضغط على انتر، باسورد. طبعا مجموعة خطوط حيضيفها. نخرج الآن، نشغل المتصفح مرة أخرى ونشوف الموقع مرة أخرى. لاحظ الآن الخطوط يعني شكلها أفضل وأجمل من السابق. هذه مدونة الطريق إلى لينكس. كذا نكون انتهينا من الجزء الخامس اللي هو طريقة إضافة اللغة العربية، وأيضا تعريب واجهة برنامج ليبر أوفيس، وأيضا إضافة خطوط مايكروسوفت فونت لتوزيعة لينكس مينت. إن شاء الله مزيد من الضبط والإعدادات حنشوف في الجزء السادس إن شاء الله بعون الله.
اقول لكم مع السلامة وفي امان الله.